السكن أم ساعد سهولة التنقلات، سهولة الحصول على المعيشة. بدأت المشاكل، بدأت القنص، بدأت القذائف تساقط على المواطنين. يعني لا معنا مباني تمام ولا معنا مدارس كويسة. اشتعز اللي هي عاصمة ثقافية باليمن تقول هذا كلام. كان حركة المواطنين، حركة الناس، المعيشة في ظل، كان هناك أسعار منخفضة، حتى سعر البترول كان سعر قبل أن يخرج الحوثي في القرعة ويسمى بثورة القرعة 2015، كانت الأسعار منخفضة وكان الوضع نسبي وكأننا كبقية بلدان العالم ليس هناك أي مشاكل، لا يوجد أي اقتتال، لا يوجد كان أم ساعد، سهولة التنقلات، سهولة الحصول على المعيشة، بناء، ازدهار، كل شيء موجود، شبكة المياه موجودة، الكهرباء موجود، كله موجود، فكانت البعرارة يعني مزدهرة، سهولة الوصول إلى المرافق الحكومية، سهولة الوصول الربط بين المدن والقرى، سهولة الوصول إليها، كان واحد يصلي المغرب في تعز ويصلي العشاء في شرعب، أو يتغدى في تعز ويقيل في شرعب، خلال ساعة تصل مسافة عشرات الكيلوهات. الناس كانوا يزاولوا حياتهم طبيعي جدا، يعني آمنة مستقرة، لا يكون هناك أي شيء ينغص يعني حياتهم اليومية مطلقا، خاصة في هذه المنطقة. احنا كنا منطقة هنا معزولة، يعني مستتب الأمن في بها والأمور يعني الحمد لله، يعني أمور يعني حلوة وجميلة وما فيش أي يعني مشاكل ده نهائيا. يعني بعد دخول الميليشيات ومغادرة الكثير من الأسر تغيرت حياة الناس كثيرا، يعني كان الدخول والخروج محدود، في الليل لا يمكن أن يسمح لك أن تخرج، كان يأتي أي حوثي تخيل يمر والشباب يجلسوا بجوار أحد البقالات، يعني كان مع مولد يشحنوا تلفوناتهم بعد انقطاع الكهرباء، يأتي هكذا يأخذ خمسة ستة سبعة ويسوقهم يعني كأنهم ليسوا بشر ويحبسهم بدون أي مبرر. تخيل أن تكون أنت ماشي في حارتك وفي منطقتك التي ولدت ونشأت وترعرعت وربما شبت فيها، فيأتي إنسان غريب مجهول من مناطق بعيدة يوقفك، أش معك هانة؟ أين بطاقتك؟ فتستغرب، يعني أنا صاحب الحارة، صاحب الحي، صاحب المنطقة، وسأل أش معي هنا ومن شخص مقول لا 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 يعني لا أعرفه إلا أنه فرد في ميليشيات الحوثي. حركة الناس صارت محدودة، عدد المصلين في المساجد أصبحت قليلة، الخروج إلى الصلاة كان وقت الفجر أشبه بالمغامرة والمخاطرة، الدخول والخروج من المنطقة كان يحف نوع من المكاره، خاصة مع انتشار النقاط. إذا أردت أن تدخل شيء لمنطقتك أجمعك وتفتش، ولدرجة أنه يوم من الأيام كنا معك مجموعة من التمور من إحدى الجمعيات كنا نريد أن نوزعها، يستوقفونا في النقطة، إيش معك وإيش هذا، وأسئلة كثيرة يعني تشعرك بالتعب والمعاناة والضيق، حياة يعني تستطيع أن تصفها بأنها مغامرة أو صراع، تستطيع أن يعني أقل ما يوصف بها حياتنا كانت في ظل الحكم الميليشيات بالبؤس والحرمان، يعني ما حد كان يقدر يخرج، ما حد يقدر يروح يشتري من البقالة أو الماء أو ما شابه ذلك، فعاش الناس في حالة رعب شديد للغاية. نفكر من أين أتوا هؤلاء الحوثيين؟ لا نعرف شيء من خلال هذه الفترة التي عشناها في هذه المدينة حاجة اسمها الحوثيون. كنا نسمع عن الحوثيين في جبال صعدة، في جبال مران،
يقول الحوثيين يتقاتلهم والجيش الوطني. لكن كنا لا نتخيل أو نتوقع أن الحوثيين وصلوا إلى هذه المنطقة الآمنة المسالمة. وأتذكر ذلك اليوم عندما دخلوا وكنا نرى كأننا نرى أناساً خرجوا من عالم جديد لم نعهد أو لا، وكان الوضع في الحارة شديد، الناس يخافون. أحصل مجموعة من الأطقم محملة بما كان يسمى سابقاً للحرس الجمهوري، إلا أن أفراد هذا المكون انضم معظمهم إلى ما تسمى الميليشيا، يعني انخلع الميري ولبس الثوب مباشرة. وكان حينها الكتيبة التي في مؤخرة اللواء 35 قد حاولت فرض الأمن في المنطقة، يعني كانت قد عملت نقطة هنا في المقدمة عند محلات الشرعبي في تلك التبة. أنا وأنا مروح من المدرسة أشوف هؤلاء وهم يجهزوا أنفسهم بدبابة وأطقم عشان يهجموا على نقطة اللواء 35. بدأت المشاكل، بدأت القنص، بدأت القذائف تساقط على المواطنين، بدأ الجرحى، سيارة الإسعاف، نقل بالموتورات. في الليل نعاني من تفتيش الجوالات نقاط، يعني يأتي قيادي حوثي أبو عبد الملك وأبو مهند يأتي يأخذ فلان وزعطان، يعني وضع مأساوي في الحارة، لا يستطيع أحد أن يتكلم أو أن يعترض، وفي نفس الوقت اعتقالات و تفتيش ونقاط واعتقالات، يدخلون البيوت حتى داخل المنازل. كان الحياة صعبة جدا والله، تقول إنها كانت مأساة، مأساة على المواطن عند دخوله وعند خروجه، عندما يشتري مقاضي، عندما يخرج للمرض، إذا كان عندك مرض. ما كانش في أصلا حركة مشي داخل البئرارة، هي ممنوع المشي، ممنوع الحركة، الناس نزحوا بالكامل. أنا شخصيا كنت لا أستطيع الخروج في الليل، أخشى من الاعتقال. أخواني لا أستطيع الذهاب إلى منزل خالي، إلى منزل إخوتي. تحولت حياة الناس من سلام إلى حرب، ومن أمن إلى خوف، ومن تطلع إلى وأمل المستقبل إلى التشبث بالحياة والرضا بالبقاء ومصارعة الصراع من أجل البقاء، تشبث بهذه الأرض. لم يبقى في المنطقة إلا قلة قليلة. هذا سافر إلى بلده، إلى قريته، مسقط رأسه، هذا نزح إلى مكان آخر من المدينة من أجل النجاة بأنفسهم. فهربنا من المدينة ونزحنا من ذلك اليوم. أنا نزحت من هذا المكان، خرجت نهائيا ولم أعود نهائيا أثناء سيطرة الحوثيين. لم أستطيع أن أعود إلى هنا، لم أستطيع نهائيا، نزحت إلى المدينة. خلال الفترة اللي سكن الحوثيين هنا لم أستطيع أن أتي إلى هنا، يعني كان الحصب مغلق، الحصب يعني القناصات، كتائب القناصات منتشرة في كل مكان، يعني كان ممنوع ما بين الحصيب ووادي القاضي مقطوع، كله قناصات حوثيين وكله يعني أسلحة وقاتل وبار، ما تقدرش يعني تتجاوز المنطقة، منطقة موت، يعني خط أحمر أو خط مواجهات. خرجنا بسبب الظلم الذي مورس ضدنا من قبل الميليشيات الحوثية من الإذلال وأيضا التعسف والتفتيش، وأيضاً الوقوف في مداخل الحارات، عدم السمح لنا بدخول المواد الغذائية إلى الحارة. فلذلك خرجنا بإصرار وتحدي لإنقاذ حياتنا أولاً، ثم لإنقاذ حياة أبناء الحارة ثانياً. إذا كان عندك مرض تشي مثلاً، تشي حالك، زوجتك، بنتك، أختك، ابنك، هنا تكون المعضلة. ما تحصلش سيارة تخرج بها إلى المستشفى أو إلى مركز صحي أو تشتري علاج من صيدلية، المقفلات لازم تذهب تجلس يوم أو يومين.
والذي زاد من معاناتنا هنا بعد معبر الدحي، وقسمت المدينة إلى منطقتين، تمام. فكان تاريخ معبر الدحي مشهور، كان البعض من أبناء المنطقة هنا يعمل في المدينة، فاضطر البعض أنه يجلس في المدينة أسبوع كامل ويعود إلى بيته يوم في الأسبوع. تخيل مسافة ربع ساعة أو نصف ساعة في الأقدام. بسبب هذه الميليشيات اضطر البعض أن يبقى في المدينة أسبوع كامل، ويأتي يوم الجمعة فقط يقضي الإجازة هنا. أنا شخصياً اضطررت إلى ترك منزلي وترك أولادي والخروج خوفاً من بطش هذه الميليشيات وتعاملها السيء، واضطررت إلى البقاء في المدينة 6 أشهر كاملة. أولادي بجواري على مسافة 10 دقائق على الأقدام، حرمت منهم 6 أشهر، وهم أيضاً عانوا كثير. كانت معاناة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، المدارس معطلة، المستشفيات مغلقة، المساجد لا ترتاد إلا بأعداد قليلة، البيوت تركت، كنت أحيانا تخرج في عز النهار كأنك في مدينة أشباح، رغم وجود الكثير من الأسر لا زالت باقية. معاناة كانت بكل ما تحملها الكلمة من معنى. عدم السماح لنا بدخول الحارة، عدم الخروج من الحارة، المضايقات إذا اشترينا أشياء ما يسمحوا لنا ندخل بالمقاضي والاحتياجات المطلوبة لأسرنا، كانوا يؤخروها في باب مقدمة الحارة وبداية دخول الحارة، فهذه الأمور التي كانوا يضايقونا بها. كان التعليم دائم منتظم قائم على كامل أصوله، متابعة من التربية، متابعة من المديريات، متابعة من الإدارة، المدارس متواجدة وناجحة ومتواجدة فيها كل شيء، مباني موجودة كمان، المنهج الدراسي متوفر، الأمور كلها ماشية على أحسن ما يرام، نفسية الطالب والمدرس عملية متكاملة في العملية التعليمية. معاشات كانت أقل حاجة مستمرة، ما في انقطاعات، والمدرس يعني الحمد لله في اطمئنان يؤدي واجبه وعمله. لكن الآن فرق كبير، تقرنا المبنى الدراسي، الكتاب الدراسي، الوسائل التعليمية، حتى الطباشير، فرق كبير جدا ما بين العملية التعليمية قبل وبعد الحرب. نقول شبه منتهي التعليم، خصوصا في مديرية صالة شبه منتهي، وأخص مدرسة صلاح الدين التي تدمر مبناها تماما. لا لحقنا يعني لا كراسي ولا مبنى، حتى المدرسات اللي كانوا أساسا في المدرسة غير متواجدة بسبب أنه كانت بيوتهم متواجدة جنب المبنى حق المدرسة، فخلاص انتهى. فاضطر انه المدرسه اكثر الكادر حقه نازح، من 124 مدرسه معي 15 فقط مدرسه بسبب الحرب اللي دمر كل شيء. يعني لا معانا مباني تمام ولا معانا مدارس كويسه، تشوف يعني مباني مكسره، يعني الحرب هذا ضيع العلم والتعليم، وحتى الطالب ما عادلوش عنيته في مكان قبل الحرب. المكان الان والله كله اجتهاد، الان مدارس بديله مضروبه، نعاني، الطالب يعاني، المدرس يعاني من الغلاء المعيشة، الراتب ما يواكبش الغلاء اللي احنا فيه، الراتب يعني قليل جدا، ما أسبوع وانتهى. نفس الشيء الطالب ولي الأمر بيعاني، لا يقدر يعني يوفر الدفاتر للأولاد ولا يقدر يوفر الكتاب، من نفسه منعدم. نحن الآن كل جهود ذاتية على السبورة، الوسائل كل ما بنقدر نعمل أي حاجة، يعني ما تقدر تشتري، ما تقدر توفر بسبب غلاء المعيشة، مش متوفرة خالص. واحنا اهم شيء في العمليه التعليميه الكتاب الدراسي مش موجود نهائيا. الطالب احنا نحاول نخفف حقه المعاناه بان احنا نطرحه بجو تربوي مناسب، من ناحية توفير له الأنشطة، توفير له المكان المناسب، توفير له المدرس المتقن، متابعة المدرسين من ناحية متابعة الطلاب،
نستقطب الطلاب اللي هم يعني ظروفهم صعبة أو نازح أو كذا أو يعني يحتاج ملابس أو يحتاج مساعدات، نتواصل مع أسرهم نشوف كذا. هذا بالنسبة للطالب. كمان نزيد له نغلق له مثلا بالأنشطة، الأنشطة المدرسية نحاول إنه مثلا مثل الإذاعة. اكتشفنا صراحة طلاب مبدعين، إلقاء وإنشاد وشعر وتمثيل ورسم، وصراحة يعني تقول هذا باليمن، هذا بتعز. فالحياة موجودة داخلنا والأمل موجود داخلنا ولن نيأس. هذا يعني المدرسة حتى إنه تشوف الطالب حقه، إيش أقول لك، توصل لمرحلة اليأس مع الراتب مع كذا مع الغلا وكذا، فتجي بأمل جديد كل يوم. أولياء الأمور رغم إنه الحرب المفروض إنه يشجعوهم إلى المدارس، وما يخلونهم يتهربوا كمان، مش لا ظهر الحرب ولا حاجة. يعني في حاجات ممكن نعملها للطالب، كيف نشجعه حتى لو في حرب، نحن كيف نأقلم أنفسنا أو يلام الطالب يلام نفسه بهذا الحرب، وش نقول قدوه حرب ونترك كل شيء. صراحة مع الوضع هذا في مكتئب، في فرع، في كذا، في بس بشكل عام الكل حاطط بحياته بمبدأ بأساسه وبتعليمه وبشغله بيومية مبدأ واحد. أنا عندي رسالة ضروري أوصلها. طبعاً نحن الآن وفروا لنا نوعاً ما سبورات فقط لا غير، الأقلام مش موجودة، الحبر مش موجودة، الكتاب المدرسي مش موجود، كله اجتهاد ذاتي. وإحنا صح كمعلمين أساسيين، بس الراتب ما يفيش بهذا الغرض. هل هو للمواصلات؟ هل هو للأشياء الضرورية في المنزل؟ يعني في فرق نقول لك بين قبل والآن. يعني الآن ما نقدرش، نحن نحتاج يعني حد عشان على الأقل هذه الأشياء الضرورية اللي هي السبورة والكتاب المدرسي. من حق الطفل يجد ساحة يلعب فيها، من حق الطفل يجد مكان أو يعني فصول منظمة، هيئة مدرسة يعني أقصد. هذا شيء. الثاني الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي أكبر عجز نواجهه سواء في التربية أو نحن يعني حاول إني أخذ حتى من المدارس المجاورة، لأنه رسوم الطالب ما تسمحش إنه نشتري له الكتاب. تجي تشتري الكتاب بمبلغ، تجي تخرج من التربية يقول لك ما فيش. هذا ثانيا المدرس، اضطرينا الان نغطي بمتطوعين عشان نواصل ابنائنا. مسؤوليه امانه، العمليه التعليميه تمشي في ظل الحرب، في ظل القصف بالقذائف، واحنا احيانا نتعرض للقصف واحنا هنا في هذا المبنى البديل. توقف العمليه التعليميه نتيجه القصف في حاله ذعر سواء للمعلم او المتعلم، فنضطر نحن نوقف. لكن رغم كذا نجي ونخاطر بانفسنا واولادنا طلابنا وطالباتنا من شان مستقبلهم، هذا مستقبل اجيال لا يمكن نضيعه. احنا كمعلمين وفي ظل هذا الوضع الراهن اللي احنا فيه من غلاء المعيشه، من الحرب، من الضرب، من كل شيء، لكن هذه امانه ومسؤوليه على المعلم، ويحاول قدر الامكان نحن نأديها. احنا اخترنا في 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 كمضطرين اضطرار فوق ما تتوقع، استصلحنا المبنى بقدر الاستطاعه، هذا اولا. ثانيا اوجدنا المكان المناسب مؤقتا، يعني هو انه يعني امن نسبيا، آمن كمان للطالب، يعني مكان نظيف كذا مرتب للطالب. كذلك بكافة استطاعاتنا حاولنا إن إحنا نوفر له، يعني حتى إنه صلى رنقته من نفسي، لفعته الرد من نفسي. ميزانية المدرسة طبعاً ما تسمحش، فكنا نشتغل إحنا أقل شيء نوفر بيئة آمنة للطالب إنه يجي يدرس. الحمد لله نعمل بما باستطاعتنا بما هو موجود، وربك يعين إن شاء الله، ما فيش حاجة يعني. والمفروض انه الواحد يعمل يرضي ربه اول حاجه، والامور ان شاء الله تسرو اذا رضيت ربك وعملت بما ربك يخارج ان شاء الله. هذا الحرب قائم على الكل، سواء كان في خط تماس او في خط وسط، هذا الحرب قائم على الكل. القذيفه حق الحوثي توصل لكل مكان، سواء حتى لو هو في صبر بتوصل له، فقد الحوثي بناوي بيصل لكل مكان، مش شرط ان احنا بخط تماس. وهذا يعني انه تعز بتثامر، بتوقف وبتناضل. احنا اول حاجه اخذنا مبدا الاسره الواحده، هذا المبدا اللي احنا فتحنا مدرسه عليه، الاسره الواحده، اليد الواحده، المحتاج ما هوش محتاج، كل احنا محتاجين وكل احنا يد واحده بالتعاون. ما فيش انسان يحتاج شيء، سواء كان طفل او مدرس او مدرسه او مشرف او حكومي او متطوع، كل احنا يد واحده. يعني ايش نقول لك، ما فيش تفريق بين هذا وهذا، نوقف مع بعض، نساند بعض، ندعم مع بعض. كمعلمة ايوه كمعلمة تعمل رسالتك لنا عند الوجه الله سبحانه وتعالى،
وهي أمانة من الأسواق. أولاً يعني كتربوي المفروض يعني عملي يؤدي يعني أبدأ زيادة من الجهد المفروض على رغم الظروف اللي نحن فيها المفروض نحن نتحمل مشاق أزيد علشان نكون قدوة للآخرين مش نتهرب من التدريس ولا نتخبى بيوتنا ونقول قدوة لا ظهر الحرب المفروض نظهر للناس للطلاب هذه ونحاول نعالج كثير من مشاكل الطلاب والنفسياتهم. مستعز اللي هي عاصمة ثقافية باليمن تقول هذا الكلام وتوقف التعليم. أول مدارس فتحت بعد الحرب في تعز خصوصا مديرية صالة أول من فتح رجعنا من النزوح علشان نفتح المدارس. الطالب ما يجلس بالشارع، الطفل ما يجلس لدي باب الماء والطابور عند الروتي والطابور عند باب الماء وعند المنظمات، لا يجي يدرس. من حقه كطفل يدرس، أقل شيء أخذ حق بسيط من حقه التعليم. طبعا الحرب هي طبعا قلقة لأي واحد كان طالب أو معلم أو مواطن، قلقة بمعيشتك بدراستك، لكن المفروض يعني نتأقلم معها. ما نقولش قد ولا ظهر الحرب يعني حرب قد حرب، المفروض نتأقلم معها نوصل إيش نعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى والله بيخرجنا إن شاء الله.